مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم واهلا بكل اللي بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح مين النهارده حلقه الاربع 20/7/2022 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره، والحقيقه دايما في برنامجنا وفي حلقاتنا بنحاول نغطي كل ما يدور من احداث حوالينا. على مدار الحلقه بيبقى معانا اخبار كتير وبيبقى معانا مداخلات كمان علشان نستوضح بعض الاخبار، بيبقى معانا بعض الاخبار للشان الداخلي عشان نعرف مصر اخبارها ايه الفتره دي، وكمان بيبقى معانا بعض الاخبار للشان الخارجي عشان نعرف العالم حوالينا بيدور ازاي. مشاهدينا كمان النهارده هيكون معانا فقره للصحافه بنناقش فيها المنشطات اليوميه، وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح مير لتحليل الخبر هتكون معانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه ماريا روماني بموقع القاهره 24. مشاهدينا كمان النهاردة الفقرة الثانية هنتكلم عن موضوع مهم. طبعا حضراتكم الفترة اللي فاتت والأيام القليلة اللي فاتت تابعتم طبعا الحادث المفجع اللي حصل في أسيوط، طبعا وقعة طفلة أسيوط اللي أثارت طبعا حالة من الغضب كتير جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع التحرش وظاهرة التحرش وانتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، هنحاول نتكلم في هذا الموضوع باستفاضة أكتر من خلال ضيفنا اللي هتكلمنا عن هذا الموضوع دكتورة نورهان النجار استشاري نفسي. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدا اولى فقرات برنامجكم صباح مين، خليكم معنا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مره اخرى، وبنبدا مع حضراتكم اولى تقاريرنا في حلقتنا النهارده. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دوله المانيا وتوجه الى العاصمه الصربيه بلغراد. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لمدينة برلين الألمانية، وذلك عقب المشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ، وهو أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتز. هذا وقد غادر السيد الرئيس العاصمة الألمانية برلين متوجها إلى العاصمة الصربية بلغراد، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الألمان وأعضاء السفارة المصرية في برلين. ولدى وصول سيادته مطار بلغراد بالعاصمة الصربية، كان في استقبال سيادته الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وكبار رجال الدولة في صربيا وأعضاء السفارة المصرية في بلغراد. وستشهد الزيارة عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. يكون لهواة الظواهر الفلكية على موعد خلال الليالي المتبقية في شهر يوليو الحالي مع عدد من الظواهر الفلكية التي تزين سماء مصر.
طبعا يعني حابين نعرف تفاصيل اكتر، ودايما بيشرفنا وبيقول لنا معلومات جديده في هذا الصدد. معانا على الهاتف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، مع حضرتك كل المشاهدين. اهلا بحضرتك، سعيد ان شاء الله. يا رب، وكل سنه وحضرتك طيب، الف خير. شكرك. حقيقة طبعا يعني اهم هذه الظواهر يا دكتور طبعا اللي يمكن متابعتها خلال الايام المتبقيه في هذا الشهر. طبعا اهم حاجه بنوضحها للجمهور ان احنا عندنا اثناء فصل الصيف يعني الفرصه بتبقى يعني متاحه جدا لمشاهده سطح السماء. الاكثر من كده اولا السماء سطحي، ما فيش غيوم، ما فيش سحب بتاعت الشتاء. الناس بقى ما فيش مدارس، ما فيش جامعات، الناس بتستمتع بالليل وحفلات السمر والكلام من ده، ويمكن بعض الناس على المصايف، بتبقى الفرصه متاحه ان الناس تقدر تشاهد سطح السماء بالليل وتستمتع بالظواهر الفلكيه. الشهر ده احنا عندنا يعني او شهر متميز في عدد الاقترانات اللي موجوده فيه. على مدار الشهر كده عندنا يمكن 5 أو 6 اقترانات للقمر وزحل، للقمر والمشتري. يمكن بكره يوم 21 يبقى اقتران القمر مع المريخ، ويوم 23 القمر مع الحشد النجمي للصغير، ويوم 26 القمر والزهره، ويوم 29 القمر وعطارد. فيعني اقترانات، وبعدين كلها حاجات متميزه يعني. يعني طبعا في ناس دايما بتبقى يعني زي ما الخبر كان بيقول هواة الظواهر الفلكية طبعا، وبيبقوا مستنيين هذه الظواهر طبعا علشان يشوفوها اكتر. دكتور طيب، طبعا خليني برضه اوضح لحضراتكم المشاهدين ان الاقتران ده هو اقتران ظاهري، لان طبعا الاجرام دي بعيده عن بعضها الاف واحيانا ملايين الكيلومترات، لكن احنا بنشوفهم بالعين كانهم يعني مقترنين مع بعض او قريبين من بعض. تمام. طيب برضو بنسمع دكتور عن مثلث الصيف، طبعا مكون من نجوم، يعني نجوم 3، يعني حابين برضو ناخد فكره عنه، يعني هل برضو يمكن متابعته خلال الايام الماضيه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك الاقترانات دي كلها بتشكيلات النجميه اللي موجوده، يعني بتدي منظر فريد للسماء. يمكن خليني برضو اكد للمشاهدين ان الظواهر دي تكرارها ووجودها في سطح السماء ملوش اي اثار ضاره ولا سلبيه لا على المواطن ولا دليل لاي حاجه لا قدر الله، يعني نهايه الكون وحاجات كثيره من الاحيان بتروج على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. طيب برضو هذه الظواهر دكتور يعني دايما بتحدث يعني او بتحصل بصفه دوريه كل عام في نفس التوقيت، ولا بتختلف حسب يعني السنه والاخرى؟ هي طبعا الى حد ما بتبقى بنفس التوقيتات مع اختلافات بسيطه. وليه بتحدث بنفس التوقيتات؟ لان كل الاجرام دي لها مداراتها الفلكيه اللي بتدور فيها، فتقريبا الامور زمنيا محسوبه والى حد ما متكرره في نفس الفترات الزمنيه. تمام. طيب يعني انا اسف على الاطاله، ولكن يعني اختم مع حضرتك بهل كل هذه الظواهر اللي حضرتك اوضحتها لنا هل يمكن يعني النظر اليها ورؤيتها طبعا بالعين المجرده، ولا بتختلف؟ او وهل برضو لو رايناها هل بتضر او حاجه؟ اولا هي متاحه بالعين المجرده بشرط ان ما يكونش في يعني ضوضاء صاخبه. اللي عنده يعني نظاره معظمه او تلسكوب صغير هيبقى التفاصيل اكتر للمشاهده وللرؤيه. زي ما قلت لحضرتك رؤيه كل الظواهر دي مفيش فيها اي مشاكل لا على العين ولا على الانسان ولا على الحياه على الارض بشكل عام. بل بندعو الناس انها تستمتع بيها. يمكن يعني انا عايز الناس تبص للظواهر دي وتفكر اكتر، وخصوصا في الايام الاخيره احنا يعني بدانا نسمع عن تلسكوب جيمس ويب العملاق والصور وحاجات كثيره بدا يجيبها من اعماق الكون. يعني نامل ان يبقى في عندنا كتير من هواه ومتابعين الفلك، بحيث يبقى عندنا علماء فلك ورواد فضاء مستقبلا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا دكتور. ويعني دايما احنا بنحب ان نعرف مشاهدينا هذه الظواهر الفلكيه اول باول يعني، وطبعا حضرتك خير من يكلمنا في هذا الموضوع، فطبعا بشكرك على هذه التفاصيل الجديده يعني. شكرا لحضرتك وتحت امركم في اي وقت. نشكرك جدا الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده، وخاص بوزاره الداخليه. استقبل مركز الاصلاح والتاهيل دمنهور وفدا من المجلس القومي لحقوق الانسان
للاطلاع على مرافقته مرافقه ومنشاته والرعايه المقدمه للنزلاء والبرامج التاهيليه داخله لاصلاح وتاهيل النزلاء بهدف دمجهم في المجتمع وفقا للمعايير حقوق الانسان التي تم مراعاتها عند انشاء مركز الاصلاح والتاهيل الجديد. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة كبيرة على المستويين الإنشائي والتأهيلي للنزلاء لتتماشى مع سياسة الدولة نحو التطوير وتوفير سبل الرعاية التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرارا لسلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء. فقد قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز إصلاح وتأهيل دمنهور الجديد الذي تم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية في مجال السياسة العقابية. بدأت الجولة بتفقد الوفد لأماكن زيارة النزلاء وحرص على الحديث مع النزلاء وزويهم للتعرف على أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم داخل المركز. وفي المركز الطبي المتطور تجول وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل العيادات الطبية المجهزة بكافة التقنيات الحديثة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات. فلسفة الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي بتتبعها وزارة الداخلية فيها طفرة نوعية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، زائد السياسة نفسها من حيث تدريب العنصر البشري والاهتمام بالنزلاء في أنه يتم تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الخدمات الرعاية الصحية. وانتقل الوفد إلى أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية، حيث حرصت الوزارة على تطبيق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم من خلال ندوات تثقيفية ودروس دينية مع الاهتمام بالجوانب التعليمية ومحو الأمية، إضافة إلى مكتبة تزخر بالعديد من الكتب المتنوعة في مختلف التخصصات. عمليات التأهيل وعمليات التعليم المستمرة خاصة في الورش أو محو الأمية ده أصبح إطار من الإطارات الرئيسية اللي بتسعى إليها وزارة الداخلية في الوقت الراهن، وعملية تأهيل مستمرة بحيث إن احنا نضمن أن هؤلاء النزلاء بعد خروجهم من تقضية فترة العقوبة أنهم يكونوا صالحين للاندماج في المجتمع. استحداث دور العبادة الدينية للمسيحيين، يبقى في كنيسة داخل المؤسسة العقابية أو مركز الإصلاح، فده شيء متطور. وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعليم القرناء وفكرة أن الشخص اللي هو حاصل على مؤهل هو بيعلم بقية زمايله. كما تابع الوفد أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال فصول تعليم الحرف اليدوية وأماكن ممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى، وشهد جانبا من المنتجات التي قام النزلاء بإعدادها. هناك تغير تماما في حقوق النزلاء، وهذا بمثابة ما أراده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا تطبيق المواثيق الدولية. من أراد أن يرى بفم العين فليأتي إلى مراكز التأهيل. زيارة اليوم بتؤكد على أن هناك تطور كبير في قطاع الحماية المجتمعية، هذا القطاع الذي يدشن كل فترة مركز إصلاح وتأهيل جديد. اليوم في دمنهور أعتقد أن احنا شاهدنا تطور آخر ونقلة نوعية جديدة. الزيارة المتعددة التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل تثبت مدى ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات لوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر.
كما يطلق عليه البعض PRT، دخلت مصر عهدا جديدا بتدشين مشروع الأوتوبيس الترددي ليكون طفرة حقيقية في مجال النقل البري بمصر. هذا ويعتبر الأوتوبيس الترددي وسائل النقل الحديثة التي تدخل القاهرة الكبرى. طبعا كلنا تابعنا الأيام اللي فاتت طبعا وشكل وصور طبعا الأوتوبيس الترددي. حابين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على الهاتف سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير، تحياتي لحضرتك ودوسة برنامج والمشاهد الكريم، وإن شاء الله يوم سعيد للمصريين. بنشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير. شكرا جزيلا. حابين برضو نوضح لمشاهدينا ست لو ما هو مشروع الاوتوبيس الترددي الجديد، نستوضحه اكتر يعني لمشاهدينا. عشان نوضح الاوتوبيس الترددي للساده المشاهدين يجب ان نرجع لفتره للخلف، وهي الطريق الدائري حول القاهره الكبرى. تمام. الطريق الدائري حول القاهره الكبرى ده طول 106 كيلو متر مربع، كان شاهد كثافات مروريه عاليه نتيجه احكام السيارات المتنقلة التي تسير عليه يوميا، والتي وصلت إلى 350 ألف سيارة يوميا، مما أدى إلى تهالك الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. لذلك قامت الدولة وتحديدا اعتبارا من 2014 بأن هي كان لابد من وجود طريق بديل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وهو الطريق الدائري الإقليمي، وعشان نخفف ضغط المرور والكثافات المرورية الموجودة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. وبالفعل تم انشاء وافتتاح طريق دائري الاقليمي طوله 400 كيلو متر مربع في عام 2015، ودوت عشان يمنع سيارات النقل الثقيله اللي هي 5 طن في اكثر وسيارات النقل الموتوره من السيره حول طريق دائري القاهره الكبرى من الساعه 6 صباحا حتى الساعه 12 ليلا، مما يؤدي الى تخفيف احجام السيارات على الطريق الدائري حول القاهره الكبرى. الدولة قامت الآن بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتوسيع عدد حاراته من 4 حارات إلى 7 حارات، ما عدا أعلى منيب إلى 8 حارات، وهيتم افتتاحه في نهاية هذا العام. هذا الطريق هيكون فيه حارتين في المنتصف للأتوبيس الترددي اللي هو PRT أو اختصارا لكلمة باس رابيد ترانزيت، واعتبارا من نهاية هذا العام هيتم منع الميكروباصات من السير نهائيا على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وهي عدد حوالي 250 ألف سيارة، وحيكون ليهم مواقف أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالتناسق مع محطات الأتوبيس الترددي الكهربائي عشان تقوم بنقل السادة المواطنين سواء داخل إقليم القاهرة الكبرى أو إلى المحافظات الأخرى. الأتوبيس الترددي اللي هو PRT هي عبارة عن حافلة نقل سريعة تعمل بالكهرباء وتتوافر فيها وسائل الأمن والراحة لجمهور الركاب، بالإضافة إن هي طبعاً هتساعد بشكل كبير على خفض محذرات الحوادث الطرق اللي إحنا بنشوفها على الطرق السريعة. عدد محطات الأتوبيس الترددي اللي هو PRT 57 محطة بطول الطريق الدائري، بحيث إنه يربط محافظات القاهرة والجيزة والأليوبية بداية من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدخل التجمع. وبالفعل بيتم تنفيذ منظومة الـ ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلام على الطريق ومراقبته بالكاميرات. الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هيكون أول طريق في جمهورية مصر العربية تنطبق عليه منظومة النقل الذاتي. الأتوبيس الترددي هينقل 4000 راكب في ساعة زمنية واحدة، وهيكون في كل محطة شاشات بتوضح موعد وصول الأتوبيس. أيضا بالنسبة لهذا الأتوبيس إن هو هيربط مع مواقف الأقاليم لتسهيل حركة الركاب. أيضا السرعة المخصصة لهذا الأتوبيس الترددي هتكون 80 كيلو متر في الساعة. هذا الأتوبيس هيكون فيه نداء آلي بالنسبة للمحطات. أيضا هيكون فيه لمبة بالنسبة لإخواتنا وأهالينا اللي هم فاقدي السمع، بحيث إن هو هيشوف اللمبة بالنسبة للمحطة اللي هو هيتوجه ليها الأتوبيس عشان يبقى عامل حسابه في النزول. أول ما هينزل من الأتوبيس هيكون فيه سلالم كهربائية للمطالع والمنازل، هينزل منها هيلاقي موقف الميكروباصات موجود أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحيث يتوجه منه سواء داخل إقليم القاهرة الكبرى أو إلى الأقاليم الأخرى. طبعا هذا الاتوبيس بيمشي بمسافه 350 كيلو متر مربع، بتتوافر فيه كل شروط الامن والسلامه، كذلك بيبقى فيه كراسي مخصصه لذوي الهمم الخاصه او ذوي الاعاقه الخاصه، ايضا في كل وسائل الراحه سواء من ناحيه الكراسي سواء من ناحيه التكييف سواء من ناحيه الواي فاي، وده يدخل في منظومه العالم الاول بالنسبه للنقل الاخضر واللي مصر ابتدت تنفذه حاليا.
طبعا يعني شرح جميل جدا من حضرتك وافي ويعني منمق جدا ست اللواء، وبرضه يعني حابين برضه حضرتك يعني تزيد علينا من هذه المعلومات. كم عدد الركاب اللي بيتساهل الاوتوبيس الطرد؟ بالنسبه لعدد الركاب، وده سؤال مهم جدا، حسب احجام الاوتوبيس، لحد ادنى 50 راكب في الاوتوبيس وحتى اقصى 200 راكب في الاوتوبيس. بمعنى ان هذا الاوتوبيس احجامه مختلفه، وده طبعا بيختلف عن القطار الكهربائي الخفيف. وهذا الاوتوبيس ان شاء الله باذن الله هيكون بالنسبه لخطوط السير بتاعه ما بين الاوتوبيس والاوتوبيس الاخر في مده لا تتجاوز الثلاث دقائق. طيب حلو قوي. طيب برضو لو حابين نتكلم عن الاحياء السكنيه المستفاده من يعني من انشاء الاوتوبيس الجديد سياده اللواء. بالنسبه للاحياء اللي هو طبعا هيمر على مدينه العبور ومدينه المستقبل ومدينه العبور، وكذلك بالنسبه لمناطق المرج ومناطق السلام، وكذلك بالنسبه لمناطق كنيفة، وكذلك بالنسبه لمناطق وسط المدينه، وكذلك بالنسبه لمناطق شبرا القيمه. دي هتكون بالنسبه له هي المحطات الرئيسيه الخاصه بيه، وطبعا بيكون في علامات ارشاديه بالنسبه للمحطات، ودي بتكون موجوده على لوحه الاتوبيس من الداخل. طيب سياده اللواء، يعني بعد افتتاح رئيس عبد الفتاح السيسي لمحطه عدلي منصور المركزيه، طبعا بتعتبر اضخم محطه تبادليه في، طبعا احنا بنشوف الاوتوبيس الترددي طبعا اللي هو زي ما حضرتك اوضحت، طبعا الاي ار تي الشرق الاوسط والقطار الكهربائي، يعني حدث على مستوى النقل في مصر. طبعا يعني رؤيه العالم لهذا الصرح الجميل يعني من وجهه نظر حضرتك؟ طبعا ما فيش شك طبعا ان احنا كده بنتنقل للعالم الاول، لان حضرتك عشان تعمل طبقه شبكه طرق حديثه لازم تتواكب معها وسائل نقل حديثه والتي يطلق عليها النقل الاخضر، عشان هذه الوسائل تساعدك بشكل كبير على نقل البضائع والركاب، وبالتالي جذب الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي. بالنسبه للمحطه التبادليه، عايزين نوضح للساده المشاهدين ان دي تعتبر اكبر محطه في الشرق الاوسط وافريقيا، وهي على مساحه 15 فدان، وتوجد بها خمس وسائل نقل، وهي عباره عن مجمع نقل متكامل للخدمات ومنطقه استثماريه. وسائل النقل الموجوده فيها محطه سوبر جيت، وكذلك محطه بالنسبه لميكروباصات الاقاليم، ومحطه الاتوبيس الترددي، وكذلك بالنسبه لمحطه خط سكه حديد القاهره والسويس، وكذلك الخط الثالث لمترو الانفاق، وبعدين محطه عدلي منصور دي بيحدها من الشمال طريق اسماعيليه الصحراوي والطريق الدائري، ويحدها من الجنوب ورش اصلاح الخط الثالث، ويحدها شرقا الطريق الدائري وغربا ارض ملك مصر للطيران. وطبعا تم افتتاح المرحله الاولى والثانيه من القطار الكهربائي من محطه عدلي منصور وحتى محطة مطار العاصمة الإدارية، ودي بواقع 11 محطة سطحية، وكذلك المرحلة الثانية هي من محطة مطار العاصمة الإدارية وحتى محطة الفنون والثقافة، ودي محطة واحدة علوية. عايزين نوضح إن قطار الكهرباء الخفيف هيطلع من محطة عدلي منصور لغاية العاصمة الإدارية في حوالي 50 دقيقة فقط لا غير. يعني طبعا يعني احنا بنشهد طفرة كبيرة جدا جدا سيادة اللواء، طبعا وشاهدنا طبعا الفترة اللي فاتت دي يعني طفرة عظيمة ولسه بتكمل يعني، وإن شاء الله طبعا مع جهود المبذولة وإن شاء الله نرى يعني في هذا القطاع الأفضل والأفضل والتطوير جامد في الفترة المقبلة يا رب إن شاء الله. طبعا احنا دلوقتي خرجنا من القرية الصغيرة، ودلوقتي بنبتدي نتفتح في شبكة الطرق. كفاية نقول لحضرتك ان كانت مساحة مصر الكلية في شبكة الطرق من قبل عام 2014 كانت 36,000 كيلو متر مربع، ما بعد 2014 تم انشاء 7,000 كيلو متر مربع، بالاضافة الى تطوير ورفع كفاءة 5,000 كيلو متر مربع، بالاضافة الى انشاء وتطوير ورفع كفاءة 657 كوبري ونفق. هذه المساحات الشاسعة ساعدت بشكل كبير على انشاء 14 مدينة جديدة على الأصل، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. فمع هذا التواكب مع هذه المدن التي تنطبق عليها النظم الحديثة وتنطبق عليها منظومة الاي تي اس، كان لابد من إنشاء وسائل نقل حديثة تتواكب مع الشبكة هذه شبكة الطرق ومع المدن الجديدة التي تتوافر فيها كل وسائل الصحة والبيئة، بغرض إنشاء أجيال جديدة قادرة على العطاء للوطن والحفظ وأمن سلامة الوطن. يا رب على خير طبعا يا ست لواء. طبعا يعني انا فعلا يعني خير من يكلمنا ويقول لنا التفاصيل الجميله يعني زي ما حضرتك اوضحتها لنا، وجود حضرتك معانا طبعا ان شاء الله مزيد من هذا التطوير فتره مقبله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله والقادم احسن باذن الله، وبالتوفيق باذن الله للمصريين، وان شاء الله دائما مصر في الامان. يا رب. انا بشكرك جدا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات برنامجكم صباح مين، خليكم معانا. We'll be right back.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معانا خبر مهم حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. تحذير عاجل من وزارة الصحة من حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد المعروف باسم حقنة هتلر بعد انتشار استخدامها خلال الأيام الماضية. يعني طبعا حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، وخير من يكلمنا في هذا الصدد معانا على الهاتف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا سيدي. صباح النور للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب الف خير. حضرتك طيب يا سيدي. الحقيقه طبعا يعني للاسف احنا الفتره اللي فاتت يعني سمعنا عن الخلطه السحريه زي ما الخبر بيقول، حقنه الخلطه السحريه لعلاج البرد. طبعا حابين نعرف من حضرتك ما هي هذه الحقنه ومكوناتها. بص يا فندم، هي الحقنه الاسم الدارج دلوقتي الجديد بين عامه الناس كلها عن صوت الجمهوريه واللي طلع بيها التصريح من كذا مصدر، حقنة هتلر. كان لها مسميات تانية اللي هي الحقنة الثلاثية والحقنة ثلاثة في واحد. ودي حقنة عبارة عن مضاد حيوي مع كورتيزون مع مسكن مضاد للالتهابات. الحقنة ديت أي حد عنده شوية برد، عنده حرارته مرتفعة، تكسير في العظم، بيروح ياخد الحقنة من الصيدلية أو الطبيب بيكتبها له. للأسف الشديد التركيبة ديت بالشكل ده ما فيش أي مرجعية علمية على مستوى العالم على مر التاريخ في كتب طب نكتب العلاج ده بالشكل ده ونوقف بعد كده، لأن المضاد الحيوي بتعمل كورس كامل، بتتعامل مع ميكروب موجود في الجسم، بتاخد 4 أو 5 أيام من المضاد الحيوي حسب نوع الميكروب وحسب شدته، جرعته بتتحسب حسب الوزن وحسب شدة الميكروب. طيب الميكروب ده قد يكون بكتيريا، قد تكون فيروسات. لما بدي انا مضاد حيوي للفيروسات ايه لازمته؟ ملوش اي لازمه، بيزود هيزود الطينه بله. لما بدي كورتيزون مع الفيروسات هيعمل مشكله كبيره جدا، انه بيعمل انه بيضعف جهاز المناعه. طيب لما يجي الميكروب ايا كان نوعه بياخده الجسم، في عدو غزا الجسم، الجسم البشري ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه اجهزه مناعيه، في مناعات مكتسبه وفي مناعات موجوده من الاول. طيب دخل ميكروب، فجهاز المناعه كرات الدم البيضاء والاجهزه المناعيه تبدا تجهز الجيش بتاعها وتبدا تحارب هذا الميكروب. فاول ما بياخدوا ميكروب يبدا حرب تقوم ما بين جهاز المناعه وبين الميكروب. كلمه حرب في النهايه بعد ما بتقوم ينتج عنها ايه؟ حرب، تكسير وارتفاع درجه الحراره. أي. يبقى الاعراض اللي بتظهر على سعادتك دي معناها ان جهاز المناعه عندك بدا يشتغل وبدا يقوم بواجبه. يبقى لازم انا ادي حاجه عشان توقف الميكروب ده من خارج، يا اما تقتل يا اما توقف نموه. الحاجه دي عشان اديها لازم ابقى عامل تحاليل وعارف هل هذا ميكروب بكتيري ولا فيروسي ولا غيره. طيب حضرتك خدت الحقنه، الكورتيزون اللي بتاخده جوه الحقنه بيطلع على جهاز المناعه بيقول له وقف الحرب وما تحاربش الميكروب. فالاعراض اللي موجوده على جسم الانسان من تكسير وهمدان وارتفاع في درجه الحراره ما تظهرش. فالمريض يهيئ له ان هو خف. ان هو خف. ونتيجه الحقنه بتبقى سريعه جدا، عشان كده يقول لك الله الحقنه سحريه، لا الحقنه مش سحريه ولا حاجه، الحقنه قاتله لو اتخذت بطرق غير علميه، وما بتاخدش بتوقيتات وجرعات محدده. الحقنه الثلاثيه كلها على بعض كتطبيق علمي خطا، سواء كتبها بقى طبيب، صرفها صيدلي، كتبها استاذ جامعه، ايا كان. احنا في حاجه اسمها امبيريكال ثيرابي، يعني ايه؟ يعني دلوقتي جالي مريض بيشكو من التهابات او بيشكو من بلغم في صدره او ميكروب في او اي حاجه في جسمي. الطبيب المعالج او اللي بيشخص الحاله ايا كان مكانه فين بيقول والله طالما الشكوى في الحته ديت فلو في التهاب او في ميكروب يبقى بنسبه كبيره جدا البكتيريا ديت يبقى النوع الفلاني. فبيديله مضاد حيوي واسع المدى 3-4 أيام، ما جابش نتيجه. السكيما الموجوده في العالم كله في اي حته في الدنيا طالما الميكروب بعد المضاد الحيوي بعد 4 أيام ما جابش نتيجه، بعمل مزرعه عشان ادي المضاد الحيوي المناسب ليه، او ممكن يطلع فيروس يطلع اي حاجه ثانيه. طيب انا بعمل ايه في مصر بقى؟ الدارج بقى والتحديشه اللي بتحصل دي، لا المريض ما خفش من المضاد الحيوي اللي اديته له بعد 4 أيام، بديله مضاد حيوي جنريشن اعلى. طب نتيجه الكلام ده ايه؟ نتيجة الكلام ده كله ان جهاز المناعة للانسان المصري بالذات بدأ يقع. عشان كده طلع حضرتك في بعض التقارير يقول لك ايه ده، في مستشفى مريض عملوا له مزرعة
ولا مضاد حيوي جاب نتيجه معاه. كل المزارع اللي طالع عنده بتقول ان كل المضادات الحيويه البكتيريا بتقاومها. طبعا ده بيعمل مشكله كبيره جدا وممكن المريض يفقد حياته. طيب في جوه الحقنه كمان مسكن ومضاد التهابات. المسكن ومضاد الالتهابات دوت ممكن لما كتر تكراره ممكن يعمل مشاكل كبيره في الكلى وممكن يعمل فشل كلوي، وخاصه ان احنا بنعشق المسكنات. طبعا مظبوط. الكلام ده كله يا استاذ يوسف يعني بيودينا لفين؟ ان احنا محتاجين حمله توعيه اعلاميه للناس كلها ان في متخصصين وان المريض يسمع الكلام. بمعنى ايه؟ ما تجيش انت كمريض جايب له رشدتك ابن خالتك او بنت خالتك او والدتك او ايا كان والمريض خف على الرشدة دي، فتقول له النبي يا دكتور اديها لي، ده انا عايز اخد ايه؟ عايز اخد الرشدة الموجوده ديت عشان ده ابن خالتي خف عليه ونفس الاعراض اللي عندي هي اللي عندي. الاعراض اللي عنده ممكن الاعراض تتشابه. طب الرشدة الدوارة دي ممكن الاعراض تتشابه، لكن السبب الرئيسي للاعراض او للبكتيريا والالتهابات اللي عندك مختلف تماما عن الثاني. طيب مقدم الخدمه الصحيه من اكثر من 25 سنه مع طفل صغير لسه جاي عشان يتقال عليا دكتور شاطر، بعمل ايه؟ بدي 1 سم كورتيزون مع نص سم او نص 2 سم سيفي تكسيم 1 جرام مع ديكلوفيناك صوديوم. فالطفل الصغير اللي جاي عنده سخن ومفرهد بعد ما ياخد الحقنه خلال 10 دقائق وربع ساعه نص ساعه بيبقى جسمه كويس والحراره بتاعته تهمد وتنزل. طيب هل انا كده خففت الطفل؟ بل بالعكس، لا. نتيجه كان ده ان مناعه الطفل تفضل تقل، يفضل الطفل من هو عنده سنه يفضل ياخد في مضادات حيويه 1 جرام و2 جرام وجينيريشن عاليه جدا، لما يا ربنا يديله طول عمره يكبر يبقى شاب يحصل اي شويه برد في الاواقع وجهاز المناعه بتاعه ضعيف. عشان كده احنا من خلال برنامج حضرتك بننبه كل الناس استخدام العلاج بشكل عام بسرعه شويه ممكن يتسبب في كارثه صحيه. وعلشان كده بره في امريكا وغيره اوباما كان عمل من اكثر من 20 سنه كان عامل مؤتمر كبير في شيكاغو عشان يشوف المضادات الحيويه وتطورها مع الوقت شكله ايه. احنا كل يوم بينزل دواء سكر جديد، دواء ضغط جديد، مسكن جديد. المضادات الحيويه احنا كل عشرات السنين بنكتشف مضاد حيوي جديد، فبالتالي التعامل مع اي حاجه بتشتغل على الميكروب على البكتيريا لازم يبقى بحساب شديد جدا، ان احنا على المدى البعيد هندفع ثمن الكلام ده. مظبوط مظبوط فعلا كلام حضرتك، وده هيخليني برضو دكتور يعني طبعا انا اسف على الاطاله ولكن الموضوع مهم، فده هيخليني برضو اتكلم مع حضرتك فيه. يعني تم الاعلان عن مشروع قانون يحظر طبعا صرف الدواء بدون روشته، يعني اهميه هذا القانون طبعا لضبط عمليه الشراء دون وعي من بعض المواطنين برضو. شوف يا فندم، القرار السليم دائما وابدا يتخذ في التوقيت السليم. لما نتكلم على صرف ادويه بروشته وغير روشته لازم الدواء يبقى مكتوب بالاسم العلمي الاول، ولازم تطبق التامين الصحي كامل في مصر. لكن انا اطلع دلوقتي اقول للناس انا عندي مش هينفع اصرف الدواء الا بروشيتا، طيب مريض ساكن في سوهاج راح القاهره نسي بروشيتا عايز ياخد دواء الضغط بتاعه يعمل ايه؟ هو اسمه مش مسجل على سيستم معين. فخلينا بس ايه المنظومة يعني تكرر الكلام بره. اما هو بره حلو بس بره ده جزء من منظومه كامله. فحضرتك بتحب تطبق حاجه لازم تطبق المنظومه كامله، لكن ناخد جزء منها والجزء الثاني لا، ودي مشكله. احنا دلوقتي احنا عندنا مشكله كبيره، حضرتك بتتكلم دلوقتي احنا في مطار القاهره بنستقبل جثمان الدكتور احمد حاتم اللي اتقتل في السعوديه بسبب ان هو امتنع عن صرف مضاد حيوي او دواء لمريضه سعوديه او مواطنه سعوديه بلاش من مريضه، مواطنه سعوديه بدون روشته. طلعت المسدس وضربته بالنار. فلما نطبق الكلام ده في مصر اعتقد الموضوع مش وقته خالص. الموضوع محتاج انك تطبق الدواء بالاسم العلمي وتكتب الدواء بالروشته فعلا، يبقى في نظام وفي سيستم كامل بتسجل عليه كل المرضى. ساعتها ممكن يبقى فعلا نطبق الكلام يبقى صحيح، يبقى الكلام يبقى ايه؟ منطقي. لكن انا اخد من بره جزء واسيب الباقي يبقى ده كلام مش منطقي. مش منطقي صح مظبوط. والحقيقه طبعا يعني فعلا يا دكتور حضرتك يعني خير من يكلمنا في هذا الصدد، وحضرتك طبعا يعني من يعني القيمه وقامه كبيره طبعا، واحنا طبعا بنحاول نوجه طبعا مشاهدينا من خلال حضرتك، لان فعلا للاسف يعني الناس طبعا بسيطه ويعني بتمشي وراء الحاجات السريعه واللي هي تتم يعني معالجتها بسرعه، ولكن طبعا احنا بنحاول نستوضح هذه النقاط لان طبعا حضرتك عارف ان الادويه عامه يعني ده لازم وانا برضه عايز اضيف حاجه استاذ يوسف، يعني انا اسف طبعا للجمهور المصري والناس، يا جماعه خلي يبقى في العلاقه بين الجمهور وبين الصيدلي مظبوط علاقه تعاونيه.
حضرتك لما بتروح الصيدلي بنصحك لو الحقنه دي ما بتنفعش تتاخد وممكن تدمر جهازك المناعه، جهاز المناعه بتاعك يا ريت تسمع الكلام صحيح وتحترم العلم. ليه؟ لان هو عايز يبيع، ما هيبيع لك، ما هو راجل مصلحته يطلع الدواء بيبيع. لكن هو في النهايه يهمه ان هو يطبق القواعد العلميه ويطبق القسم اللي هو اقسمه ان هو يحافظ على مهنته صحيح. ويحافظ على صحه المواطن المصري صحيح. فمن مصلحتك تسمع الموضوع مش عندي. وبعدين اللي بيحصل ايه يا استاذ يوسف؟ نعم نسبه 90% الصيدله بيمتنع عطاء الحقنه. فالمرض يقول لي طب خلاص اديني الحقنه خدها بره صحيح. وانا ما عنديش قانون يحميني ان انا اقدر امتنع عن بيع دواء، ممكن يعمل لي مشكله انت امتنعت عن بيع دواء صحيح. فالقصه كلها انها محتاجه توعيه ثقافيه والاعلام على دور كبير جدا، دور تنويري للجمهور المصري خاصه البسطاء في القرى والنجوع. يا جماعه موضوع الحقنه الثلاثه في واحد حقنه احيانا قد تتسبب في قتل صحيح. فعلا زي ما حضرتك اوضحت لنا طبعا يعني هذه النقاط، وطبعا احنا بنتمنى ان يعني المشاهدين يكونوا على درايه اكتر ووعي بهذا الموضوع، واحنا طبعا بنحاول نوضح لهم التفاصيل، ويا رب يا رب ان شاء الله كده يعني ربنا يبعد كل حاجه وحشه عن اهل مصر والعالم كله رب ان شاء الله. يا دكتور انا فعلا بشكرك على وجود حضرتك معانا، وبشكرك على المعلومات اللي حضرتك بتديها لنا، ودايما في افضل حال يا رب يا دكتور ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي برقابه الصيدله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات برنامجكم صباح الخير، خليكم معانا. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان الله وكل خطوه نص، ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوه نص. قول معايا نعيش يا مصر ونموت يا مصر، حبيبك سلامة وانت العدوك نهاية، كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيبك سلامة وانت العدوك نهاية. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، نعيش يا مصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان، مصر بلادي الجميلة. حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، طيب نعيش في مصر ونموت في مصر، مصر مصر تحيا مصر.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة معنا خبر رياضي جميل حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. مبروك للمنتخب الوطني لكرة اليد بفوزه ببطولة كأس البطولة الأفريقية للعام الثاني على التوالي. وطبعا فكرة اليد المصرية تمتلك طموحات عالمية لا تنتهي حتى أصبحت الشمعة المضيئة في الرياضة المصرية. حابين طبعا نتكلم عن هذا الخبر باستفاضة، وخير من يكلمنا عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الكابتن محمد الألفي مدير بطولة كأس أفريقيا لكرة اليد. صباح الخير يا كابتن. صباح الفل، اهلا بحضرتك، كل صحه طيبه بالف خير. اهلا بكل المشاهدين، اهلا بحضرتك. الحقيقه طبعا حابين نعرف تفاصيل اكتر، يعني تقييم حضرتك للمنتخب الوطني خلال البطوله وتحديدا بمباراه النهائي امام الراس الاخضر وفوزه وتتويجه بالبطوله. والله يا حضرتك البطوله الحقيقه الناس بتقول عليها يعني انها سهله، هي مش سهله، هي صعبه. سهله المنتخب بتاعنا اللي هو فارق عن كل الفرق اللي موجوده في البطوله. طبعا البطوله دي كانت حضرتك في يناير اللي فات واتلغت، كانت في المغرب، ويعني حصلت مشكله سياسيه بينهم وبين الجزائر فاتلغت، واتعملت مدوروا لها على ميعاد محدش رضي يعملها غير مصر. الحقيقه ان احنا اتبرعنا ان احنا نعملها، واتعملت في شهر ونص. حضرتك الشهر ونص دوت المنتخب ما كانش عنده فتره اعداد، لان ده فتره الراحه بتاعت اللعيبه اللي راجعين من اوروبا واللي مخلصين الدوري والكاس في مصر. فالجامعة جمعوا المنتخب تاني، وقرر الاتحاد بدل ما يسافروا فرقة مواليد 2002 سافر وهران الجزائر، سافرت الفرقة الكبيرة ولعبت الماتشات هناك ووصلت الفاينل. مع ان الاعداد مش موجود اساسا، او التحضير للبطولة ما كانش موجود. فالحقيقة البطولة بتاعت البحر الابيض الحقيقة كانت خير اعداد للفريق، زائد انضمام ليها خالد يحيى خالد كان متاخر في مصر هنا او جاي من المجر متاخر، ومحمد ممدوح هاشم كان جاي من رومانيا برضه متاخر، ضم ليها وبقى الفريق كامل العدد ما عدا احمد هشام السيد اللي كانت رجله وجعان او رجله محمول لها عمليه يعني مصاب فيها. والحمد لله ان انت كسبان كل الفرق بفرق كبير، طبعا هي ما عدا فرقه تونس المفروض ان احنا كنا نكسب فرق كبير، بس حصل ان احنا لعبنا ماتش الحقيقه يعني متوسط المستوى. فالحمد لله ان انت حضرتك بتلعب في المجموعه المغرب اللي هي طالعه الثالث على البطوله، وبتلعب الجزائر في دور الثمانيه، وبتلعب تونس في اللقاء مبكر او النهائي مبكر في دور الاربعه. وكاب فيردي دي حضرتك بلد فيها يعني فيها سته لعيبه بيلعبوا في البرتغال، فمستواهم الحمد لله كويس يعني، بس احنا الحمد لله قدرنا ايه نتغلب عليه. يا رب على خير يا رب. طيب حابب برضو ربنا يخليك. طبعا طبعا يا كابتن محمد. طب يعني حابين برضو حضرتك تشاركنا ب طبعا انعكاس وجود محترفين بالفرق الاوروبيه في صفوف الفراعنه، طبعا امثال محمد سند وعلي زين ويحيى خالد، يعني هل ده برضو يعني تميز واداء للفريق؟ طبعا حضرتك الاحتراف ده حاجه جميله انها بتزود عدد المباريات اللي اللاعب بيلعبها وعددها اللي هي تبقى يعني حضرتك تبقى بقوه اشد من اللي موجوده في الدوري بتاعنا. صحيح حضرتك هم مش ثلاثه بس، ده هم حضرتك سند ومعاه احمد هشام السيد في نيم فرنسا، وحضرتك محمد ممدوح هاشم ومعاه احمد خالد بوخارست في دينامو بوخارست، وعلي زين هيمشي من برشلونه يروح دينامو بوخارست لان المدرب بتاع برشلونه راح بيمرن دينامو بوخارست. دينامو بوخارست واخد بطوله الدوري. هناك في سيف درع رايح نادي اسمه ليموش في فرنسا، محمد علي رايح في نادي برشلونه بس بيطلع السابع او الثامن على الدوري. حضرتك في يحيى الدرع رايح مع يحيى خالد في نادي فيسبرينج في المانيا. يعني حضرتك ايه عندنا ذخيره من اللعيبه، او في انا اسف في طاير اللي هو الجون حارس المرمى بيلعب في المانيا في النادي اللي بيمرنه برود. حضرتك ده بيساعد طبعا على انه يعني يبقى في عند حضرتك زخم من اللعيبه بيلعبوا بره بينتج عنهم تقدم في المستوى. التقدم في المستوى ده طبعا بيجي بيوصل للمنتخب الاول عندنا، وتبقى في ناحيه كاتيجوري تاني خالص بعيد عن المنتخبات الافريقيه، ودي حاجه كويسه الحقيقه. صح مظبوط فعلا. وبرضه حابب حضرتك تكلمنا
يعني هل يمكن القول أن بداية النجاحات لكرة اليد بدأت في 2019 عندما حصد الشباب برونزية العالم بأسبانيا؟ والله حياتك برونزية العالم في أسبانيا ده كان كابتن طارق محروس. احنا حياتك عندنا الأجيال ماشية كلها من سنة 84، يعني حياتك الصغيرين اللي هم في الشباب والناشئين اللي هم مواليد 2000 برضو كسبوا بطولة العالم، وكان أحمد هشام السيد أحسن لعيب وحسن قداح واخد الهداف بتاع البطولة. حياتك احنا عندنا المنتخبات دلوقتي 2002 و2004 مجدي أبو الباك ده هو اللي مرن، وصبر حسين، ودول لعيبة دوليين. وبرضو المنتخبات دي حياتك بقى لها فترة إعداد سنتين تقريبا عشان تلعب بطولة أفريقيا بعدين تلعب بطولة العالم. حياتك ده مش على طول، طول السنة عندنا، كل السنوات السابقة مش من 2019 ده، حياتك من سنة 84 حياتك الرانكينج بتاعنا في العالم متقدم في العشرة الأوائل بسبب الفرق الصغيرة وفرق الناشئين. حياتك احنا الناشئين ما طلعناش بره العشرة الأوائل من سنة لما بدأت البطولة، فحياتك الوجود الناشئين بيدعم برضو الفريق الأول، بيبقى عندك في أكتر تكتر من لاعب في كل مكان، ولما يجي المدرب بينقي الفرق القومية اللي هي الفريق الأول، يعني بيبقى عنده مثلا 6-7 لعيبة في المكان بيختار بينهم 3 والثلاثة التانيين بيتمرروا في المنتخبات الصغيرة. حياتك في مهاب اللي هو حياتك مواليد 2002 كان بيلعب مع الفريق الأول اللي هو محمد طارق السنتر فيلود، ده كان بيلعب باك رايت. فده حياتك يعني حياتك تغذية المنتخب الأول بتبقى موجودة على طول من المنتخبات الصغيرين عشان ما يبقاش فيه فجوة موجودة بين اللاعب المنتخب الأول وبين اللعيبة اللي تختارها بعد كده. حياتك طبعا وجود اللعيبة اللي هم المحترفين بيخليك تاخد من الدوري المحلي لعيبة بدلهم في المنتخبات، منهم بيظهر ناس بمستوى كويس زي أحمد عادل من النادي الأهلي، زي حضرتك شادي اللي كان في سبورت المنتقى السنه دي لنادي الزمالك. كل الحاجات دي حضرتك بتفيد وبتصب في فايده المنتخب الاول. مظبوط فعلا كلام حضرتك طبعا، واحنا طبعا بنتمنى للمنتخب طبعا مزيد من الفوز والتطور اكتر واكتر، ويعني احنا طبعا بنفتخر بهذا الانجاز، ويعني ان شاء الله كده نراهم في المستقبل وكل الفوز ليهم يا رب في فتره مقبله. يا رب يا رب حياتك ويا بطولة العالم الحقيقه ان القرعه بتاعتها كويسه ان شاء الله نوصل للنهائيات طبعا، وامل املي شخصيا ان احنا ناخد ميداليه لو نطلع الاول ان شاء الله. يا رب يا رب يا كابتن، وان شاء الله كده نرى الافضل والافضل، وحياتك خير ومن يكلمنا طبعا في هذا الصدد، وان شاء الله كده نرى الافضل للفرق كلها يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. أنا بشكرك جدا الكابتن محمد الألفي مدير بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية فقرات برنامجكم صباح الخير، خليكم معنا.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. القاهرة والأقصر ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال 2022، وطبعا يعني يعتبر موقع من أشهر المواقع السياحية متخصصة في تقييمات السياحة طبعا، وقيم هذا الموضوع وفقا لتجارب الزائرين، وإن القاهرة والأقصر من أفضل 22 وجهة سياحية على مستوى العالم. حابين طبعا يعني نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، وخير من يكلمنا في هذا الصدد الأستاذ مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير أستاذ مجدي. استاذ يوسف صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. حضرتك عارف ان احنا يعني حضرتك بتتكلم عن اهم مدينتين سواء في العالم القديم او في العالم الحديث. حضرتك عارف ان الاقصر يعني هي من اقدم المدن وظلت تحكم العالم لمده اكثر من 2000 سنه. كان بيسموها عصر الامبراطوريه لان كانت طيبه القديمه، فكانت من اهم البلاد، هي طيبه وظلت زي ما قلت حضرتك، خرجت منها الجيوش بقياده تحتمس الثالث، فتحت لنا من اول جبال الاناضول في تركيا حتى الجندل الرابع في اثيوبيا، فكانت مصر يعني قوه كبيره جدا جدا. فطيبه طبعا او الاقصر فيها زي بيقولوا مش تلت اثار العالم، انا بعتقد والله يا فندم اكتر، يمكن نص اثار العالم موجوده فيها. يكفيها ان موجود فيها اهم يعني معبد في الدنيا كلها، حوالي 45 فدان اللي هو بيسموه كده معابد الكرنك، في وادي الملوك اللي هو الوادي الذي لا يقدر بمال، وخرج منه الفرعون الذهب اللي احنا السنه دي بنحتفل بمرور 100 سنه، واللي ان شاء الله عندنا في 4 نوفمبر احتفاليه كبيره جدا جدا بمرور 100 سنه. فيها وادي الملكات اللي بنفخر ان فيه مجموعه من الملكات والامارات دفنت فيها. القاهره طبعا عارف حضرتك ان هي مدينه يعني اكتر من 1000 سنه، ومن اول ما بناها المعز لدين الفاطمي حتى الان بتفخر بالعديد من الاثار. يكفينا عندنا شارع واحد فقط، يعني تخيل حضرتك شارع زي شارع المعز اكتر من 29 اثر من كل العصور، فبالتالي يعني الاختيار شيء منطقي وطبيعي جدا، وهتفضل المقوله دي لمده عشرات السنوات. واعتقد ان مصر يعني حلم لاي انسان. حضرتك لما بتقول مصر في اي بلد في الدنيا بيغمض عينيه، لان هي بلد السحر، بلد الجمال. فحضرتك المدينتين احنا بنتكلم عن اهم مدينه في العالم القديم هي الاقصر، وفي العصر الحديث طبعا بمقاييس العصر الحديث هي مدينه القاهره، وبالتالي احنا لهذا الاختيار هو اختيار جانبه كثير من الصواب. وكل المجلات اللي بتهتم بالسياحه ووكالات السفر بتحط مصر من اول 10 مقاصد سياحيه على مستوى العالم، لان ده وضع مصر طبيعي، بس احنا كل ما نرجوه هو الترجمه على ارض الواقع. نفسنا هذه يعني المؤشرات تتحول بقى الى ايه؟ الى واقع، يجي لنا مثلا 20 و30 او 40 مليون سائح. احنا بنحلم بكده لان احنا عندنا ان شاء الله مسار عائلة المقدسة اللي الدوله تفتحت فيه حوالي 5 مسارات دلوقتي، واللي هو اقر بابا الفاتيكان من 2017، واللي اعتقد ان شاء الله في حاله اكتماله وفي حاله مجيء رحله الحج المقدس هتغير وجه مصر. هيجي لنا على الاقل، احنا عايزين يعني 20 مليون ساعه على الاقل. فاعتقد ان هذا المطار اللي هو مش موجود غير في مصر بجانب خروج مطار بني اسرائيل هيغير كثير من وجهه السياحه، فشيء منطقي جدا ما ذكره هذا التقرير. نتمنى ان هذا التقرير نستثمره سياحيا ونستثمره دعائيا، واحنا شايفين دلوقتي في نهضه سياسيه، نهضه اقتصاديه، فان شاء الله تواكبها نهضه سياحيه باذن الله يا رب العالمين. يا رب يا رب ان شاء الله استاذ مجدي. طيب حابين برضو يعني نعرف من حضرتك يعني اهميه واثار الفعاليات العالميه طبعا اللي تم بمصر، مثل كوكب موكب المومياوات وفعاليات الأقصر طبعا وطريق كباش في نوفمبر 21 على الترويج طبعا لمنتج السياحة الأثري لمصر عالميا، برضو حضرتك في دنبلة. والله يا فندم الحديثين دول كانوا بعتبر في 2020 هم حاطين فارقين، وخاصة وجود السيد الرئيس يعني رأس الدولة بنفسه كان حاضر فيهم، هو فعالية كانت فعالية جدا من ناحية فنية وغناء انشودة زي انشودة إيزيس، والتصوير اللي تم كل الدنيا اكيد اتفرجت علينا، وكنا احنا يعني زي بيقولوا ايه منورين في كل الميديا، وظلت العالم كله يتحدث عنه. لكن هو المهم الماركتنج، الاستثمار هذه الاحداث، يعني نتمنى ان احنا نستثمر هذه الاحداث. يعني حضرتك امبارح مثلا عندنا حدث مهم جدا للاسف ما حدش اتكلم عنه كتير، يعني 19 يوليو عندنا حدثين اللي هو فك او العثور على حجر رشيد، ذكرى 223 على العثور على اهم حجر في الدنيا واغلى حجر في الدنيا واول حجر تكلم في الدنيا واول حجر قال لنا ان في عندكم حضاره اسمها حضاره الايجيبتولوجي اللي كل الدنيا بتدرسها، للاسف ما حدش كتير يتكلم عليه. كان عندنا بدايه السنه المصريه القديمه، ليه؟ اللي هي ربطها جدك بالفيضان، لان امبارح جسنا ما يسمى كان في مصر اسمه عين النقطه، عندما تنزل الامطار على رتبه الحبشه كان جدك بيعرف يحدد الفيضان، للاسف برضه احنا ما اتكلمناش الموضوع ده. فاحنا ارجو ان احنا نستثمر احداثنا سواء القديمه والفعالياتنا القديمه نحولها لكرنفالات سياحيه، نحولها لدعايه، نتكلم عنها اولادنا مش نتكلم في الداخل. نتمنى يا استاذ يوسف يبقى عندنا قناه دوليه بتتكلم بالفرنساوي والانجليزي والايطالي والالماني، تتكلم عن مناطقنا السياحيه. افندم كل شبر في مصر
في مكان سياحي جميل. للاسف كله احنا برامج مثل الاقصر واسوان واسكندريه يا جماعه والله ابدا، ده في محافظات مليانه، سوهاج، المنيا، الشرقيه، كل محافظه في مصر تستطيع ان تفعل فعاليه سياحيه. فنرجو ان يبقى عندنا قناه نشر من خلال برنامج حضرتك وقناه حضرتك اللي ان شاء الله تكون متشافه كل الدنيا، يبقى عندنا رجال الاعمال ارجوكم يا جماعه اعملوا لنا قناه ويجيبوا لنا وجوه جميله بتتكلم ووجوه سياحيه بتتكلم عن كل مناطقنا السياحيه. روحوا الوادي الجديد، روحوا سيوه، روحوا الغربيه، روحوا الشرقيه. مصر يا فندم والله العظيم، يعني الناس ما تعرفش ان محافظه الشرقيه فيها 200 فيها 100 موقع اثري، فيها اشهر صحيح. بلد لزراعه البردي وصناعه البردي، روحوا لصناعه التل اللي هي موجوده في سوهاج. فمصر جميله، نتمنى ان احنا نستثمر هذه الفعاليات في تحويلها لمنتج ثقافي. عايزين حاجه على ارض الواقع يا فندم، انما هنفضل نتكلم في الداخل. يعني الغرب يقول انت كويس، طب فين انا كويس؟ انا عايز كويس مردود الاقتصادي عندي وايه. نستغل هذا المفهوم ونبدا نروج له. كل الوزراء ارجوك يا جماعه اشتغلوا اكتر. الدوله العالم الخليجي بيقول لك انت كويس، طب انا كويس جميل وحلو، استثمره ازاي؟ المفروض ان مندوبنا السياحيين اللي موجودين في السفارات يشتغلوا على هذه الفعاليات ويشتغلوا على هذه الاحداث ونشوف الانكم بتاعها في داخل البلد. مظبوط فعلا كلام حضرتك، واحنا طبعا بنتمنى مزيد من هذا الازدهار طبعا في قطاع السياحة والأثار طبعا، وإن شاء الله كده نرى الأفضل والأفضل الفترة المقبلة إن شاء الله. أستاذ مجدي أنا بشكرك، أنا بشكرك جدا وبشكرك على التفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا ووجود حضرتك معنا الأستاذ مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة السياحة والأثار، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة اللي هنناقش فيها المنشطات اليومية، وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميديا تحاليل الخبر معانا هتكون معانا الكاتبة الصحفية الأستاذة ماريا روماني بموقع القاهرة 24. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة، خليكم معانا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المنشطات اليومية، وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل لتحليل الخبر معانا الأستاذة ماريا روماني الكاتبة الصحفية. صباح الخير أستاذة ماريا. صباح النور. أهلا بحضرتكم. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، ربنا يخليك. يعني اسمح لنا نقول أول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. تفضل. المشاهدين الخبر الأول، الرئيس السيسي يختتم زيارته لألمانيا ويتوجه إلى العاصمة الصربية. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى دولة ألمانيا وتوجه إلى العاصمة الصربية في زيارة ثنائية رسمية الأولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين بلدين الصديقين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. الحقيقة طبعا أستاذة مريم، زي ما حضرتك عارفة طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة إلى ألمانيا، ويعني يتوجه إلى العاصمة الصربية. الحقيقة طبعا دايما لما بيكون في تبادل علاقات ما بين مصر وبين دول أخرى، يعني بنحب نعرف يعني مدى وعمق العلاقات بين البلدين، فحابين طبعا نتكلم عن صربيا ومدى العلاقه. وطبعا هتكلمينا على الزياره بوجه عام. يعني
زيارة الرئيس لصربيا دي جاية في وقت مميز جدا مع المناخ، والحقيقة ان فعلا السفير محمد هادي صرح بثلاث نقط جدا هتساعدهم الزيارة دي، اللي هي اول حاجة عقد المباحثات المكثفة، تاني حاجة مقابلة رئيس البرلمان، وده طبعا هيبقى مهم جدا للبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. وإن ده في وقت مهم جدا جدا طبعا ده غير التعاون اللي هيكون بين مصر وصربيا. ثالث حاجة ودي بصراحة من وجهة نظري مهمة جدا، إن الرئيس السيسي هيلقي كلمة في جامعة بلغراد تضمن تركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكمان هيقول ويعني هيناقش وهيشرح آخر محددة السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية، وآخر مكان لمصر مؤخرا منذ تولي سيادته والاقتصاد وكل اللي مصر شهدته من تقدم في الفترة الأخيرة. فعلا زي ما حضرتك اوضحت، واحنا بنتمنى طبعا يعني مزيد من هذه العلاقات اكتر واكتر. وطبعا يعني بخصوص المناخ، الخبر اللي معانا بعد كده استاذه ماريا، مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، شكري يلتقي المبعوث الرئاسي الامريكي الخاص للمناخ. التقى وزير الخارجيه سامح شكري الرئيس المعين للدوره 27 لمؤتمر اطراف اتفاقيه الامم المتحده الاضطراريه لتغيير المناخ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وذلك على هامش مشاركتهما في الحوار المناخ ببرلين. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في موضوعات تغيير المناخ، حيث تم تبادل الرؤى بين الجانبين حول الوضعية الحالية لمفاوضات المناخ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية وعلى رأسها التكيف مع تغيير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية حرص في هذا السياق على تأكيد ضرورة أن تنعكس الإدارة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها كافة الدول على المفاوضات الفنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف أطراف مفاوضات المناخ. طبعا يعني لو جينا اتكلمنا عن حضرتك عارفه ان في مؤتمر كبير جدا هيقام في شرم الشيخ خاص بالمناخ، فيعني تعليق حضرتك على الخبر، وكمان يعني كلمينا عن هذا المؤتمر. زي ما حضرتك قلت، المؤتمر تقريبا هو اهم حدث مؤخرا فجميع اجهزه الدوله بقى من كل دول المشاركه تقريبا من كل العالم مهتمه جدا جدا بالنقطه دي. وزي ما حضرتك قلت برضو تأكيد وزارة الخارجية على انعكاس الإرادة السياسية الإيجابية بتعبر عن صفة الدول في المفاوضات الفنية، وهم بيقولوا إن إحنا يعني مش هنتأخر في إن إحنا نقدم أي حاجة لنجاح المؤتمر ده، وإن إحنا ممكن نقدم جميع المشاركات مع جميع الدول عشان التكيف مع تغيير المناخ والتخفيف التداعيات السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وكمان توفير تمويل المناخ. دي مهمة جدا، والاجتماع زي ما فعلا ما صرح السفير احمد حافظ ده وقت مهم جدا، ومن اي اجتماع مع اي جهه في الدوله عايزين يعني هنقدر نتكلم برضه عن نقطه المناخ في المؤتمر، لان ده فعلا مهم جدا جدا وهيشهد تغيرات كثيره جدا وكثيره جدا. يا رب على خير يا رب. احنا طبعا بنتمنى طبعا يعني كل العالم بينظر وهينظر الى هذا المؤتمر ان شاء الله ينال المراد منه في وقته ان شاء الله. طيب اسمح لي ايضا انتقل للخبر اللي معانا بعد كده يا استاذه ماريا، هو يعني ماكرون تعزيز الشراكه الاستراتيجيه يقرب الامارات وفرنسا اكثر من اي وقت مضى. أكد رئيس الفرنسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات، مؤكدا أن تلك الشراكة الاستراتيجية التي نعززها ستقرب الإمارات وفرنسا أكثر من أي وقت مضى. ووصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر الإليزيه في باريس للقاء نظيرها الفرنسي، وكانت الإمارات وفرنسا وقعتا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية، إذ تضمنت تلك الاتفاقيات والمذكرات خطاب نوايا بشأن منح
الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل، كما تم التوقيع على إعلان مشترك للتعاون بين الإمارات وفرنسا في مجال التعليم العالي ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التخييص وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البيئة والعمل المناخي بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيير المناخي والحكومة الفرنسية. وقعت البلدان خارطة طريق للتعاون بين مجلس التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية. يعني طبعا زي ما حضرتك سمعت معنا الخبر، يعني تعليق حضرتك على الخبر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية طبعا بيقرب الإمارات وفرنسا، فتعليق حضرتك على هذا الخبر. فعلا كلام بوتون مهم جدا في الوقت ده، وانه هيعزز الاقتصاد بين الإمارات وفرنسا، واتكلمت في نقطة مهمة جدا، وكان أولها انه هو بينجز العقوبات الغربية ضد بلاده، وكمان بتمثل تحدي، وقال انها تمثل تحدي كبير جدا، و الو ايوه انا الصوت عند حضرتك بس بيروح وبيجي. تمام كده سامع حضرتك؟ اه بالظبط كده، ان هو بينجد، بيقول ان الشراكه دي هتكون مهمه جدا. بتكلم في نقطه مهمه اللي هي منح الاذن لافراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسيه، وكمان وقع عدد بين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللي بتهدف لتعزيز العلاقات الثنائيه، ودي الصراحه حاجه ممكن مشابهه بين الامارات وفرنسا مش من وقت كبير جدا. وهو اتكلم في تفاصيل مهمه جدا جدا، وكمان في مجال التعليم العالي زي ما حضرتك عارف من خرائط متقدمين التعليم. ايوه ففكره ان هم يقعوا مع دوله صحيح. عربيه في التعليم العالي، مذكره تفاهم كمان من وزاره الصناعه والتكنولوجيا. صحيح. على ما اعتقد ان الامارات وفرنسا هيعملوا تقدم كبير جدا الفتره الجايه بخصوص النقط اللي هم عقدوا اتفاقات فيها. صحيح مظبوط فعلا كلام حضرتك، ونتمنى طبعا يعني الـ كل التوفيق والخير رب ان شاء الله. طيب ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده استاذه ماريا. مشاهدي الخبر اللي معانا بعد كده، بوتين لم يتم حل القضايا العالقه بشان تصدير الحبوب من المواني الاوكرانيه. قال الرئيس الروسي انه لم يتم حل القضايا العالقه بشان تصدير الحبوب من المواني الاوكرانيه. وكان الرئيس الروسي قد ندد بالعقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده، وأنها تمثل تحدياً كبيراً لروسيا، لأن بلاده لن تستسلم وستعمل على الخروج من هذا المأزق بشكل سريع باستخدام إمكانياتها. وذكر بوتين خلال رئاسته اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو أنه مع إدراك الكم الهائل من الأزمات التي نواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية، سنبحث عن حلول جديدة بشكل مكثف باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة للدولة الروسية التي تم إنجازها بالفعل، ونعمل على تطويرها بواسطة الشراكات المحلية في الوقت الراهن. يعني حضرتك طبعا يعني عارفة أن لسه الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا يعني موجودة، وكل يوم بيحصل جديد وكل وقت بيحصل جديد، وطبعا الأزمة بتتفاقم أكتر وأكتر، ده بيؤثر على العالم بشكل كبير اقتصاديا طبعا، ويعني أمور أخرى. في حضرتك طبعا يعني التعليق على الخبر. زي ما حضرتك قلت، الأزمة الروسية الأوكرانية مش هتأذي البلدين بس، بالعكس هتكون على كل العالم، وإن يعني تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية دي نقطة مهمة جدا، لأن ده إحنا مش بنقدر نتكلم في الطعام والشرافة، فدي أكتر حاجة إحنا ممكن نتكلم فيها، أكتر حبوب بين البلدين. وفعلا بتمثل زي ما قال الرئيس الروسي، قال ان هي تمثل تحدي كبير لروسيا، وبلاده مش هتستسلم برضه. نرجع تاني للتعنت والعناد بين البلدين، ان كل بلد مش هتستسلم، وان هي هتلاقي مخرج وهتلاقي حل لكل المشاكل والتحديات اللي بتقابلها، في مقابل برضه ان هي مش هتستسلم. وهنرجع لنفس النقطه من تاني ومن اول وجديد، وكل اللي عنده التعنت ده مش هيأدي غير خسائر كبيرة جدا بين البلدين، ويأثروا بالسلب الكبير على العالم كله يعني. فنتمنى بصراحة ان هم يلاقوا حل في اقرب وقت، وان المشاكل دي كلها والحرب دي تنتهي، عشان مش هتأثر عليهم زي ما قلنا هم بس، بالعكس هتأثر على العالم كله يعني. يا رب على خير يا استاذة ماريا، والحقيقة طبعا انا اسف على الاطالة، ولكن اختم مع حضرتك باخر خبر. وشديد الخبر اللي معانا بعد كده، الاتحاد الاوروبي يخفف العقوبات المفروضة على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء.
أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل عقوباته على موسكو يوم الأربعاء بالسماح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية الكبرى والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية الأغذية والأسمدة. وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من القادة الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات على التجارة الذي ربما أدى إلى تفاقم النقص بشكل رئيسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وحصارها للمواني في البحر المتوسط. يعني بدأ بعض المفاوضات يعني أو تخفيف العقوبات المفروضة على بنوك روسيا طبعا لتسهيل تجارة الغذاء وطبعا أهم حاجة السلع الغذائية طبعا أستاذة مريم في تعليق حضرتك. بصراحة القرار ده مهم جدا دلوقتي والاتحاد الأوروبي قرار يعني زي ما نقول ممكن نقول صائب لأنه فعلا احنا في الخبر اللي قبله أو في النقطة اللي قبلها قلنا عن الماني والحبوب الأوكرانية وما إلى آخره بتحت وبتخفف فعلا تجارة الغذاء وبيسهلها عشان الناس هناك تقدر يمكن نقولها بطريقة عشوائية جدا وعادية تلاقي تاكل أو تقدر تاكل وما تشوفش بقى تعنت جديد وما إلى آخره لأن هم فعلا بيبصوا للناس السكنة في البلاد دي. ومن رأيي أن القرار صائب جدا في الفترة الحالية وكمان يعني لأن بلابوس في منهم خروج وما إلى آخره هيكون في اقتصاد فبالتالي هيكون في أعباء مالية كبيرة جدا. مظبوط فعلا كلام حضرتك. بنتمنى طبعا ان هذه الازمه تنتهي بخير يا رب ويعني كل العالم يرجع لسابق عهده والسلام يعم في الدول كلها يا رب ان شاء الله. استاذه مريم انا يعني بشكر وجود حضرتك معانا وبشكرك على تحليل حضرتك للاخبار وكل الخير لحضرتك وبشكرك جدا الكاتبه الصحفيه الاستاذه مريم روماني بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نتكلم والفقرة الأخيرة زي ما قلت لحضرتك هنتكلم عن ظاهرة التحرش اللي انتشر بشكل كبير في الفترة الماضية وخصوصا طبعا يعني واقع طفلة أسيوط طبعا اللي أثارت ضجة كبيرة جدا وزعر للمواطنين. هنتكلم في هذا الموضوع باستفاضة فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع ومن خلال ضيفتنا اللي هتنورنا دكتورة نورهان النجار استشاري نفسي. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة. خليكم معنا. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى والحقيقة جينا للفقرة الأخيرة وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن ظاهرة التحرش المنتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وطبعا يعني حضراتكم كلنا تابعنا طبعا وقعت طفلة أسيوط طبعا الأثارت حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري. طبعا خلال الساعات الماضية تعرضت الطفلة ملك صاحبة الخمس سنوات لجريمة تعدي بمنطقة الألعاب للأطفال بأسيوط وتبين أن مرتكب تلك الجريمة هو طفل أيضا عمره 13 عاما. الحقيقة طبعا أنا يعني حابين نتكلم باستفاضة عن ظاهرة التحرش من الظواهر طبعا السلبية اللي انتشرت نتكلم عنها باستفاضة إيه أسبابها وإيه أسباب انتشارها وإزاي نواجهها من خلال ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا في استوديو صباح مين وخير من يكلمنا في هذا الصدد معانا عبر الماسنجر دكتورة نورهان النجار استشاري نفسي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك منورانا ومشرفانا في استوديو صباح مين وكل سنه وحضرتك طيبه والف خير يا رب. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه طبعا دكتور يعني حضرتك اكيد تابعتي الوضع الاخير والحادثه يعني المفجعه الاخيره طبعا اللي يعني لكل الناس تاثرت بيها بشكل كبير جدا وخصوصا الاثنين يعني يندرجوا تحت مسمى الاطفال يعني. فحابين طبعا من حضرتك يعني في البدايه تكلمينا عن يعني شخصية المتحرش هل هو مريض نفسي ولا هل هو يعني تعرض لضغوط حياتية تكونت هذه الصفات فيه يعني؟ خليني أقول لك إن طبعا المتحرش بصفة عامة قبل ما نتكلم عن الكيس اللي احنا دلوقتي طالعين نتكلم عشان المتحرش بصفة عامة طبعا عنده شيء من المرض النفسي ممكن يكون كمان سايكوباتي لأن السايكوباتية معناها إن ده شخص لا مبالي باللي بيعمله مش مقدر قد ايه جرم اللي هو عمله وعادي يعني هيروح ويروح بيته وينام ومش عارف قد ايه ساب ألم نفسي لإنسانه او لإنسان موجود وهيعيش بقيه حياته حاسس زي ما يكون في عنده عاهه نفسيه بسببه. فهو ممكن يكون طبعا مريض نفسي
ولكن لو هنتكلم عن الكيس اللي احنا جايين نتكلم عليها دي، دي فيها شوية يعني حاجات معينة كده عايزين نتكلم فيها. هو صحيح ان بنقول عليهم اطفال، ولكن خليني اقول لك ان هو عنده 13 سنة الطفل. 13 سنة ده بداية مرحلة المراهقة. أيوة. في مراهقة مبكرة، يعني هو يا اما في طفولة متأخرة يا اما مراهقة مبكرة، وهو اميل للمراهقة مش للطفولة اصلا. مرحلة المراهقة بتسمى بمرحلة المرحلة الحرجة في حياة الإنسان. ليه؟ بسبب كتر الصراعات النفسية اللي فيها. الصراعات النفسية دي جاي نتيجة إيه؟ جاي نتيجة إن أنا في عندي تغيرات كبيرة جدا بتحصل، يمكن أسرعها وأكترها وأبداها هو تغير الجسم. هل أنا عقلي بتغيرش؟ لا، عقلي بيتغير، بس الفكرة إن معدل نمو عقلي بيبقى أبطأ شوية من شكل جسمي. فاللي بيحصل جوه نفسية المراهقة صراعات كتيرة جدا، أنا مش عارف أنا كبير ولا صغير دلوقتي. وبتبتدي كمان بيحصل طفرة في التخيلات، يعني احنا طول عمرنا في حياتنا عندنا تخيل، ما واحنا اطفال نتخيل لعبة معينة بنشتريها، بنتخيل احنا قاعدين مع اصحابنا، خرجنا فسحة معينة، نتخيل حاجات كتير. اللي بيحصل في مرحلة المراهقة ونتيجة التغيرات الجسمية والهرمونات اللي بتتغير، ان الطفرة بتحصل في التخيلات انها بتبقى تخيلات جنسية. فالفكرة بقى ان لازم يكون الاب والام والبيت عنده فكرة عن المرحلة دي وازاي يتعامل معاها، ويكون البيت فاهم ان في الوقت ده في ميل جنسي بيحصل، او ممكن يبقى كمان يعني ينحرف لو انا كأم وكأب ما عرفتش اتعامل ازاي مع ابني مع بنتي. من الواضح جدا جدا بالنسبة للمراهق ده او الطفل الكبير ده ان هو ما عندهوش اي تنشئة اجتماعية سليمة. من الواضح ان هو ما كانش فيه عليه اي رقابه، ده اتعرض لافلام اباحيه وفتحها اكتر من مره، وواضح ان دي مش اول مره يعتدي فيها جنسيا على فكره، ان الاعتداء الجنسي درجات، ده اكيد اتحرش قبل كده كذا مره، لان مش ممكن يعني نط مرحله الاغتصاب، اصل ده مش تحرش، ده انت اغتصبت. فانت مشيت بمراحل قبلها، ده واضح ان انت اتحرشت اكتر من مره جنسيا، وقد يكون هو نفسه تعرض للتحرش الجنسي او الايذاء الجسدي وما تعالجش بشكل سليم، فوصل ان بقى هو المتحرش وبقى هو اللي بيقوم بهذا الفعل. فاحنا هنا بنتكلم عن كيس مختلف عن المتحرش العام العادي. هو كمان عايز اقول ان اصلا في مرحله المراهقه من ضمن مشكلاتها النفسيه الاجتماعيه واللي العلماء الناس تعرفوها وعارفينها حاجه اسمها الجنوح. الجنوح من المشكلات النفسيه الاجتماعيه فيها، الجنوح ده بيبقى سلوك منحرف عن المعايير والقيم المتداوله، جاي نتيجه ان هو برضو يعني ما تعرضش لرقابه مظبوطه، ما تمش تعامل معاه بشكل سليم، فبيحصل بقى ممكن سرقه، ممكن تخريب، عدوان، ممكن تحرش، بس اغتصاب ده انت وصلت للاكستريم، انت هتخش في المرض النفسي خلاص، يعني انت كده ما اصبحتش مجرد مشكله نفسيه اجتماعيه لمرحله، لا ده انت فعلا هتخش في مرحله المرض النفسي، ان انت كده انت مدرك كويس قوي انت بتعمل ايه؟ انت مدرك اصل اللي بيحصل في حاله الاغتصاب ده، لا ده انت عندك ادراك للي انت بتعمله، انت مش مجرد بتجرب حاجه، لا انت وصلت لاخرها. طب وهل يا دكتور وهل الطفل ده وصل للحاله المرضيه دي 13 سنه ده؟ هو كده هو كده دخل فيها، دخل، مش هنقول المرض نفسه كلمه كبيره قوي، هو في عنده جنوح، بس الجنوح ده ممكن يوصله طبعا للمرض النفسي، هي مشكله واضطراب نفسي، بس هيوصل للمرض النفسي هو اللي دخل فيه خلاص، لان انت مدرك، انت مش مدرك جرم اللي انت عامله، لا هو عارف كويس هو بيعمل ايه، بس هو حاسس انه هو عادي، انها حاجه عاديه انه يؤذي بني ادم، فاحساس البني ادم ده او الطفل ده انه عادي الايذاء ده عادي، ده شيء من المرض برضه، ده شيء كده من انت خلاص دخلت على مشايف المرض النفسي ولازم فعلا ان هو يتعالج، واللي جزء من علاجه واللي دايما بنقول لازم يتحاسب. الناس لما بنيجي نقول لازم يتحاسب بيفهموا ان احنا مثلا بنقول ان هو يتعدم ولا ان هو يتسجن كام سنه، لا احنا مش مقصود كده، بس ما ينفعش ما يكونش فيه عقاب، يعني لو ما كانش فيه عقاب وملوش اهميه، ما كان ربنا خلق الجنه والنار، لكن لازم يكون فيه عقاب، بس عقاب على قدر ذنبه ويكون مناسب لسنه. دي نقطة أنا عايزة حابة أوضحها. يعني حتة برضو فعلا مناسب لسنه دي، لأن يعني ممكن برضو ما احنا هنؤثر فيه طبعا مستقبليا، يعني اللي هيحصل فيه دلوقتي أيا كان العقوبة هتفرق معايا، بس أنا عايز برضو أوضح نقطة، يعني حضرتك طبعا قلتي كلام مهم جدا وهو صحيح، ممكن المشاهدين يسمعوا يقول لك ده إزاي كل الكلام ده في حد عنده 13 سنة، لا ما احنا زي ما حضرتك قلتي هو ممكن تكون مش اول مره، وممكن يكون يعني بقاله فتره متابع بقاله فتره متابع وكده، وبعدين خلاص احنا فعلا في زمن دلوقتي اللي مفيش حد، يعني السن ده مش ما يعتبرش صغير قوي، يعني لا فعلا ده لا. يعني
ده من قبل كده كمان بيبتدي ايوه من قبل كده بيبتدي يمسك الموبايل وبيبتدي يعرف ويطلع لوحده ويفهم الاكبر ويفهم الاكبر منه في التكنولوجيا والحاجات دي. طبعا بالظبط بالظبط. هي الفكره في حاجه ان زمان كانت وسائل التعرف على العالم يعني مش كتيره، يعني بنتعرف صحيح. على العالم من خلال ابائنا وامهاتنا والمدرسه كانت هي دي الوسائل، لكن دلوقتي بقى في السوشيال ميديا، يعني موبايل حاجه جهاز صغير قد كده بس خلاك وصلت لاخر حاجه في القاره اللي انت فيها وفي القارات الاخرى، وبدات ان انت كمان تشوف حاجات مش مناسبه لسنك. وكأب وكأم أنا مش شايف ابني بيمسك إيه دلوقتي ولا بيعمل إيه، عشان كده مهم جدا 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 توعية الأهالي. وأنا أصلا في الحادثة دي أنا على فكرة اللي بلوم أول واحد أول حد أنا ألومه والجاني الأساسي مش الولد ده، لا ده أهله. الأهل أيوه. أهله هم الجناة الأساسيين، الأب والأم. أنا معرفش هو عيلته إيه ولا، بس كون إن هو بيشتغل وصل إن هو بيشتغل في سن صغير كده، ده معناه إن في دي عيلة ما عندهاش مفاهيم يعني التربية الصح. إن هو في سن ممكن أنا نزل ابني يتعلم يشتغل حاجة في الأجازة، حاجة مناسبة لسنه برضه ما يحصلوش فيها إهانة، ولكن ما يبقاش بيشتغل طول الوقت فيها. ما يبقاش يعني يتحمل مسؤوليه كبيره شويه، حلو يتحمل مسؤوليه بس مش كبيره قوي قوي، بمعنى ان هو اللي يصرف على البيت مثلا. وانا اعتقد يعني اللي انا فهمته ان هو بيعمل حاجه زي دي. فهو المفروض يكون في رقابه، المفروض يكون في، المفروض ان السوشيال ميديا يعني تعرف بالظبط يكون فيها زي مثلا مين دلوقتي اللي ماسك السوشيال ميديا او مين اللي ماسك الصفحه دي، هل ده طفل ولا حد كبير، واعرض محتوى مناسب لسنه. المفروض ان الكلام ده يكون من جهات اللي هي خاصه بجوجل او خاصه بالفيسبوك او الحاجات اللي هي المسؤولين عن المنشورات. المفروض يكون في يعني اكون فاهمه كويس مين اللي ماسك الموبايل دلوقتي، والمفروض انا من البيت اكون عارف ابني بياخد الموبايل امتى وبيشوف عليه ايه بالظبط. وبعدين كمان في دلوقتي اساليب ان انا اقدر بيها احمي ابني من انه يقع في ايده حاجه تكون جنسيه او حاجه يكون فيها عرض مثلا مبتذل او حاجه فيها اثاره المفروض يعني. بس طبعا احنا في الواقع اللي احنا فيه ده لا، مفتقدين الموضوع ده كتير كتير يعني. مظبوط فعلا كلام حضرتك. طيب يعني خليني يعني اقول نقطه مهمه جدا، ان اختلفت الـ 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 الكلام عن موضوع ان التحرش زاد في الفتره الاخيره. ممكن ناس تقول ده من السوشيال ميديا، في ناس تقول من التربية، يعني عايزين نعرف السبب من وجهة نظر حياتك طبعا السبب العلمي لانتشار هذا الموضوع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. فعلا يعني احنا كنا نسمع زمان كده كل فين وفين حالة صعبة، ولكن دلوقتي بقى الوضع بشكل يومي يعني ده حقيقي، بقت حاجة منتشرة جدا. بصوا في أسباب كتيرة جدا، يعني لو هتكلم السبب العلمي في حاجة اسمها الكبت. الكبت ده ابو الامراض النفسيه اصلا، يعني ان انا بكبت مثلا مشاعر معينه مش عارفه اطلعها، مش عارفه اوديها ازاي. طيب ما هو انا مثلا دلوقتي مش متجوز او حد عنده رغبه زي دي، يعني طب هيحلها ازاي؟ طبعا في حلول جدا كتيره جدا احنا ممكن نعملها، من ضمنها الصيام. حتى الدين كان بيشرع حاجه زي دي، ولما حتى يروح لمصحات حاجه علاجيه او يسال حتى دكتور نفسي هيلاقي ان في مثلا يقول له مارس رياضه، هيلاقوا ان انت المفروض انك تشغل عقلك بامور معينه يعني في حياتك تفيدك اكتر من كده وتطلع فيها طاقه، واكتر حاجه على فكره هي الرياضه، لان ده مجهود جسدي. يعني انت لما بتبتدي ان انت تشتغل على جسمك كتير وتشتغل على عضلاتك، جسمك نفسه بيبقى اصلا منهك، هو مش قادر تعمل حاجه، مش قادر ان انت خلاص انت في طاقه جسديه عايزه تطلع وطلعت في الجانب ده. الى جانب كمان ان انت لازم يكون عندك معايير دينيه. انا ما ينفعش على فكره انا افصل التاسيس الديني في الموضوع ده، ما ينفعش نهائي، لان انا اللي هيمنعني ان انا اعمل حاجه غلط هو المعيار الديني، ضميري. وضميري بيقول لي اني عشان امنع اني اوصل للحاجه دي، ان التفكير في الحاجه دي بحد ذاته حاجه ربنا ما يرضاش بيها. يعني انا ما ينفعش ان انا عشان ابتدي امنع سلوك لازم ابص على تفكير افكاري. هو ممكن يكون افكاره بنفسها بتسرح. طب الشروط ده برضو في ليه وازع ديني شويه. ان انا ليه اسمح لنفسي ان انا اصلا اسرح الخيال اللي هو بيبقى الفج قوي ده، اللي هو بعيد قوي ده. بيجي تخيلات وبتطرق حاجات زي دي، ولكن المفروض ان انا احجمها. وده المفروض يكون البيت هو الاساس فيه، المفروض ان انا ابقى مفهمه ولادي او بناتي حدود التفكير،
ان انا كمان ما احطش قدامهم وسائل اثاره. انا لو انا كشاب حاسس ان انا الحاجه دي عندي فيها رغبه عاليه، ما احطش نفسي في مكان الجريمه زي ما بيقولوا، ما هي اكيد هتسرني. يعني ما احطش نفسي في مع صحاب عارف انه بيتكلموا في المواضيع دي وبيستبيحوا الكلام في مواضيع خاصه جدا، بيشوفوا صور معينه، لا خلاص انا ابعد عنهم خالص. مثلا على التلفزيون ما احطش الحاجات اللي في بعض القنوات للاسف بتدعو للامور دي بشكل مباشر وغير مباشر، خلاص ما احطهاش، مش لازم انا احط الحاجه دي. انا المفروض يكون عندي يعني دفاع كده من جوايا او حاجه بتخليني تمنعني من اني انا اعملها. فهي داخل فيها يعني حاجات كتير، وممكن اكتر اسباب التحرش اصلا ان المعيار الاخلاقي انهار. يعني انت دلوقتي بتشوف ناس متجوزه، يعني هو متجوزين اهو، يعني المفروض ما عندكش الحمام من الناحيه دي المفروض، ومع ذلك انت بتتعدى جنسيا بالتحرش وبالاغتصاب. فده معناه ايه؟ هل ده محروم؟ لا ده مش محروم، ده مش محروم، ده اخلاقه انهارت وانعدمت وبدا يخش في المرض النفسي. لان انت كده ده كده بتتلذذ بان انت بقى تعمل حاجه زي دي وتاذي غيرك. انت بقى مش بتعملها عشان انت محروم ولا حاجه. والانسان اللي عنده اخلاق عمره ما يعمل حاجه زي دي حتى لو محروم. مظبوط. فهي فيها تشابك، يعني عندنا كذا حاجه، الكبت والمعيار الديني والاخلاقي والصحبه، يعني ناحيه اجتماعيه وناحيه نفسيه وناحيه سلوكيه. هو فعلا زي ما حضرتك وضحتي يعني كذا شق. ويعني طبعا يعني لما حد مثلا من مشاهدينا بيسمع دلوقتي او حاجه، طبعا يعني هو الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني 100% صحيح، اللي هو موضوع طبعا التربيه ودي الاساس. ولكن يجي حد يقول دلوقتي طب يعني الظروف والشغل ومش كل الوقت بنتابع اولادنا، واولادنا احنا مش بنقعد معاهم طول الوقت، هم بينزلوا وبيروحوا وبيجوا حاجات، طب دي تتحل ازاي؟ طيب ما مش عارفين. هو يعني الاساس هي البذره نفسها. يعني انا دلوقتي يعني مش معنى مثلا ان انا عندي فقر ده مبرر ان اروح اسرق. ايه اللي يمنعني ان انا اسرق وانا دلوقتي فقيره؟ ايه اللي يمنعني؟ اساس التكوين نفسي اولا لازم يكون مفهومي عن ذاتي سليم. يعني الولد ده لو يعني وانا بتكلم على الولد على الحادثه دي، الولد ده مفهوم عن ذاته صفر على فكره، لانه الانسان اللي بيحترم نفسه مش هيعمل حاجه غلط، ولو عمل حاجه غلط يعرف يرتجع فيها او يعرف يندم ندم ايجابي. فأنا إيه اللي يمنعني من إن أنا أسرق؟ إن أنا بحترم نفسي وعندي دين وبحترم نفسي وبحط خطة لحياتي. بعض عندي حتة جزئية إيه؟ الأحلام المؤجلة. عارفة لو كل واحد فينا عنده الفكرة دي هيعرف يعيش ويستحمل. يعني إيه الأحلام المؤجلة؟ يعني أنا دلوقتي معيش فلوس ومش هسرق إن ده حرام وعمري ما هعمل حاجة ده سلوك منحرف، طب أنا هعمل إيه؟ أنا هحط خطة. أنا عايز يبقى معايا فلوس، طب أنا هعمل إيه؟ أنا عايز أشتغل في المكان الفلاني، طب المكان الفلاني ده عشان أشتغل فيه المفروض يكون عندي ايه المهارات فيه؟ المفروض يكون عندي كذا وكذا وكذا. طب ما الكذا والكذا والكذا دول انا مش عندي دلوقتي، وعايزين ان انا يعني معايا فلوس عشان اخد كورسات فيها، طب اجيب الفلوس منين؟ ابتدي اشتغل. شوف حضرتك انا بتدرج بالتفكير ازاي. دي فكره الحين المؤجله. انا بحط اهداف بعيده وبحاول احلي ايامي، يعني بحاول اسعد نفسي باللي موجود دلوقتي. يعني انا دلوقتي حاجه مش في ايدي وبخطط لها وعارفه ان شاء الله ماشيه في الخطه بتاعتي، بس هي مش هتتحقق دلوقتي. طب انا من الانتظار ده ما انا برده بتعذب، فعشان انا اقلل عذابي ده المفروض اطلع من الامكانيات اللي ربنا مديها دلوقتي حاجات بتسعدني. لازم يكون عندي مثلا في ناس الصحاب بيسعدوهم جدا، طبعا لازم يكونوا صحاب صالحين، ان دي لو فاسدين ما احنا ما عملناش اي حاجه. اشوف مثلا هوايات معينه في حدود امكانياتي انا اقدر ان انا اعملها، اتفرج على حاجه بتسعدني، اتعلم مهاره سهله اتعلمها من على اليوتيوب او اي حاجه تشغل وقتي وتاخد وقتي. يعني اقصد ان انا اسعد وقتي وفي نفس الوقت نعمل خطه للحاجات دي كلها. وفي اساليب كتير احنا على فكره لو تطرقنا الموضوع ده في كتب اصلا. أيوة مظبوط مظبوط. واني الجا للقراءه والثقافه واني اسمع فيديوهات، لان في ناس بنتكلم عن الموضوع ده باستفاضه. مزبوط. مش في 10 دقايق، لا ده دي افلام ووثائقيات. يعني صح صح مظبوط كلام حضرتك فعلا. ويعني انا يعني من وجهه نظري يعني اعتقد ان يعني هو طبعا زي ما حضرتك قلت ان التربيه اساس، وطبعا التربيه دايما ممتده وسنوات كتير، ولكن انا شايف من وجهه نظري ان هي السنوات الاولى دي من اهم الحاجات. دي السنوات الاولى دي هي البنيه الاساسيه فعلا، ان هي بعد كده بقى خلاص يعني انت بتحطه على اول الطريق، وبعدين يعني التربيه بتكتمل. بس انا اقصد لما يبتدي بقى هو يفكر يبتدي يسترجع اللي حصل في الكام سنه الاولانيين دول، فهي دي اللي هتمشيه مظبوط على الميزان. يعني أول على الميزان خمس سنوات بيتحكموا. اول خمس سنوات فعلا دي تبع مدرسه فرويد، اول خمس سنوات بيتحكموا جدا في شخصيه البني ادم. لازم اكون حاطه فيها بذره صالحه.
طبعا الحاجات بقى في كل النواحي الدينيه واخلاقيه واجتماعيه ونفسيه وصحيه وغيره يعني. ايوه مظبوط. طيب في نقطه مهمه جدا يا دكتور، هو طبعا فعلا زي ما حضرتك قلتي الموضوع كبير ومتشعب وما ينفعش فعلا في الدقائق دول، ولكن احنا بنحاول ناخد الحاجات بس اللي الناس تمشي عليها بس في الموضوع ده. ايه اللي يحصل من الجانب الاخر بقى؟ يعني مثلا الفتاه او السيده ايه اللي ممكن هي تعمله لتجنب هذا يعني التحرش، وكمان في نفس الوقت لو لا قدر الله مثلا وهي ماشيه في الشارع حصل حاجه زي كده تتصرف ازاي؟ يعني ما قبل وما بقى تعمل ايه عشان ما توصلش للمرحله دي، وفي نفس الوقت لو وقعت في مرحله زي كده تعمل ايه؟ بص اقول لك على حاجه، ما قبل ده اولا عايز بس استعداد نفسي ان ممكن اصلا الحاجات دي تحصل حتى لو انا لابسه ايه، يعني ده ممكن ده وارد ان هو يحصل حتى لفظي حتى لو باللفظ. والله وارد وارد، انا بشوف ناس لابسين ايه وبرده وارد يحصل لهم حاجات زي دي. صح. انا مش شايفه ان السكوت هو الصح نهائي، السكوت ده يعني هيخلي اللي قدامي يحس ما عادي اصل يعني احنا للاسف مشكلتنا بنتعامل مع المواضيع دي كانها عار كانها وصمه. ودي مشكله ما ينفعش، لازم اعمل توعيه للمجتمع بتاعنا كله ان يا جماعه لما يحصل حاجه زي دي ما ينفعش السكوت عنها، وما ينفعش الناس تقعد تتفرج وانا شفت حاجات زي دي قدامي في الشارع. ان واحده تم التحرش بيها وناس واقفه اللي هو يعني ايه اذا بكون يعني طبعا في ناس ولاد بلد وبيتحركوا، بس في ناس برضو اكتر واقفه بتتفرج بتشوف المشهد اخره لحد فين. طب انت دي لو بنتك او مراتك او اختك وحصل لها انت عمرك ما هتسكت. فانا شايفه لا ما ينفعش ان هي تسكت، بس في نفس الوقت هي مش هتخش معاه في يعني في مثلا ان هي تضربه ولا تمد ايديها والكلام ده، ان هو اصلا مش محترم ده هيبهدلها. بس لازم تشوف اقرب مثلا اسم او حد يكون معاها من الناس اللي واقفه، يعني هي ما تبقاش لوحدها لان لو لوحدها ممكن يستضعفها برضو. لازم يكون الناس تساعد بعضها. يعني انا في الجزئيه دي للاسف انا مش بخاطب بس الفتاه، بس بخاطب الفتاه والمجتمع، لان المجتمع هو اللي هيساعدها انها تاخد حقها. للاسف مش هينفع لوحدها في جوه الموقف، مش هتنفع لوحدها، فلازم يكون معاها حد تروح لاقرب اسم لازم تبلغ عنه، ولازم تكون في قوانين اشد كمان، لازم يكون في يعني في رقم خاص بالتحرش، لازم يكون في حاجه معينه تخلي رد الفعل سريع، لان هم بيجروا بيعملوا يعني الحاجات دي وبيجروا ويحس انه عادي ما فيش حاجه هتحكمهم وهي تقعد تعيط شويه. لكن ابعد حاجه انا بقولها انها تسكت، لا ما تسكتش وتفضحه. ما تسكتش وتفضحه، ده عمل كذا، وتستنجي وتحاول ان هي توضح ده للناس اللي حواليها بحيث ان يبقى في تحرك يعني جماعي. تمام. طيب ما بعد ده، ما بعد الامر ده إيه ان هي تعرضت لحاجه زي دي، لازم اول حاجه يعني ان هي تبقى تخرج من مشاعر اللوم، ما تلومش نفسها كتير. ان لوم النفس ده اكتر حاجه ممكن تخليك ترجعك لورا، وهي هتشيل نفسها الليله بحالها، يعني هتتصرف مع نفسها بدل ما هي ضحيه تتصرف مع نفسها كانها جاني. تمام. وطبعا انا برضو لازم بدوري انا كفتاه مهما كان ايا كان ايه لبسي المفروض يعني في حدود الاحتشام. انا مش بقول ان مثلا ان انا لو لابسه لبس وحش ده مبرر، لا هو مش مبرر. بس انا باقي نفسي. أيوه. البس حلو وكل حاجه وشيك المعقول يعني. بس ما سيرش برضو يعني ما لفتش نظر حواليا، للاسف ان المجتمع ده بيبص على الحاجات دي، فلازم اكون يعني ما اعملش تصرف فج مثلا، اتصرف في حدود المعقول والاحترام، وان انا يعني دي من باب ان انا بحافظ على نفسي. حصل ده انا ما اسكتش عن حقي ان انا لازم اتكلم مع حد متخصص كمان وقتها، لان وقتها لو انا سبت نفسي لدماغي ممكن تروح بيا لابعد حاجه ممكن تكرهني في عيشتي تبقى عقده، فانا لازم اروح لحد يا اما متخصص يا اما حد كبير عني احكي له، ولازم ان انا لازم الشخص ده على قد ما اقدر يتعاقب. كلام حضرتك مظبوط، لان بدليل ان في ناس تعرضوا لحاجه زي كده وحاولوا الانتحار او انتحروا بالفعل. طبعا طبعا ده بتبقى يعني ده صوت يعني حاجه كده كانه عذاب نفسي وأليم وشديد جدا جدا، فما تخلصتش منه هيقضي عليا انا اول حد. وكمان يا دكتور يعني معلش برضو حياتك وضحي دي اكتر، لو انت حضرتك قلتي ان هو يقول ويفضح وما يخافش وكده، ده في الجانب اللي هو زي ما لو حصل تعرض في الشارع او حاجه، لو ولو مثلا ما حصلش يروح يحكي او تحكي لاهلها عشان برضو يبتدوا هم يعني ياخدوا طبعاً الموقف يقننوا الموضوع. ايوه يعني طبعا يحتوي الموضوع. ما هو من باب ما ده انا اقصده من باب برضو ان انا يعني بفضح انا مش هقف في الشارع يعني اعمل مثلا ان انا بقى اشوح واعمل، لا بس لازم يتعرف ان هو عمل الفعله دي. واول الناس تعرف هم الاهل، عشان الاهل هم اللي يتحركوا لي اصلا. ايوه صح. يعني دي من الاحيان ويعالجوا اللي حصل.
مش ويعالجوا نفسيتها. أيوة. وانا عايزه حضرتك من ضمن ان انا اتقبل الامر وان انا ما لومش نفسي اهلي. في اهل لما بنتهم بيحصل فيها كده بيعاملوها كانها هي اللي عملت ده. أيوة. عشان كده انا بقول ان الوعي اللي احنا محتاجينه محتاجين نبص يعني من بره لجوه في الجزئيه دي. يعني الوعي بتاع الاسره والمجتمع. عشان الاثنين دول بيأثروا في نفسيه الشخص. احنا كاطفال صغيره او بنات لسه طالعه يعني مش فاهمين قوي الدنيا اللي حوالينا، مش فاهمين ايه الصح وايه الغلط. فانا لما اكبر ويحصل لي حاجه زي دي والاقي بابا وماما بيعاملوني على ان انا عملت حاجه غلط وانا اصلا ضحيه، فخلاص انا اللوم الذات ده هيزداد جدا جدا وهوصل للمرض النفسي حتما. هوصل للمرض النفسي ده اكيد. فانا ليه اعمل كده؟ اول حاجه طبعا لازم الاسره، عشان كده لازم يكون في توعيه، لازم يكون في دور توعيه في كل الاماكن كل الوسائل. مظبوط فعلا كلام حضرتك. يعني انت حضرتك يعني وضعتي يدك كده على كام نقطة مهمين جدا، وفعلا لما نيجي نلخصها في الآخر أو في الأول وفي الآخر هي الـ 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 التربية. التربية هي اللي هتخلي المتحرش ما يتحرش، التربية هي اللي هتخلي الـ الـ الأفكار تبقى منظمة ومركبة يعني بطريقة سليمة. إلا التربية هي اللي هتخلي إن لو حد حصل فيه حاجة إن هو ياخد حقه أو إن هو يعني يروح يتكلم مع الأهل. هي فعلا يعني خاصة كلها بموضوع التربية في الأول وفي الآخر. وإحنا بنحاول طبعا يعني نوجه مشاهدينا لهذه الأمور، وزي ما حضرتك قلت فعلا يعني الموضوع كبير ومتشعب جدا، بس إحنا بنحاول كل فترة إن إحنا نتكلم في هذا الموضوع على قد ما نقدر. كل فترة كده نتكلم على حاجة جديدة الأهل والشباب يكونوا على دراية بها. يعني يا رب يا رب كده تنتهي هذه الظاهرة ونشوف ولادنا كده وكل الناس في تآلف كده وألفة جميلة كده في العالم كله رب إن شاء الله. دكتور فعلا يعني أنا شهدت فيك مجروحة، ولكن فعلا يعني خير من كلمنا فعلا في هذا الموضوع. وإن شاء الله يعني لا بجد حقيقي، ويعني بنستفاد من حياتك كتير جدا، ويا رب كده تنتهي هذه الأزمة وبرضو نلتقي مع حياتك مرة أخرى برضو في مواضيع أخرى طبعا تفيدينا بيها أكتر يعني وخبرة حضرتك. يعني بشكرك جدا، وطبعا في الأول وفي الآخر كل سنة وحياتك طيبة وشرفتينا ونورتينا، ونلتقي مع حياتك مرة أخرى يا رب إن شاء الله في أسعد الأوقات يا رب. بشكرك جدا الدكتورة نورهان النجار الاستشاري النفسي، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا اللي اتكلمنا فيها عن ظاهرة التحرش، وأيضا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح مي. إن شاء الله بكرة مع صباح مي جديد، وأشوفكم بكل خير وصباح الخير.